نرجع بقى للأقاويل. قولي بقى الأقاويل. والله انا شكلك انا مميزة بجد مش أقاويل. قصدي، لا بس هو يعني انا بقول لك انا بنقل لك لا لا الصوره لا اتكلمي في أي حاجة، ده الايه بهرج. اللي بعرفها برضو من الناس. يعني بيقال انه انت عارف الناس برضو بتحب تحكم بسرعه، ودي حاجه برضو مش حلوه على فكره يعني. بس قصه انه الناس تقول لك اصل الزمالك ضاع، الفرصه بتاعته السنه دي قليله جدا ان هو ياخد دوري او ياخد حتى اي بطوله تانية. لا قليله جدا، مش كبيره زي ما احنا كنا متوقعين. انه كابتن حسن شحاته هيمسك النهارده الدوري بتاع الزمالك من بدايته، هيبقى فيه شكل اللعيبه مختلف، شكل جوه الملعب مختلف. انت رايك ايه في الموضوع ده؟ مع احترامي الكامل لسه كنت بكلم معاكي. انا فاهمه، بس انا برضو عايزه اقول للناس انه زي ما انت لسه بتقول بدري انه احنا ما قوي. نحكمش. لسه بدري جدا. طب ايه اللي بيخلي النهارده الناس تقول كده؟ بس انا عايزه النهارده افهم. نمسك الاهلي المتصدر البطوله لغايه دلوقتي، لعب 6 ماتشات جاب 14 نقطه من 18، يعني فقط 4 نقاط والزمالك في 6 ماتشات. ما انا هاجي لك اهو. في 6 ماتشات الزمالك لعب 5 ماتشات وعنده 10 نقاط وفاضل له مباراه مؤجله مع وادي دجله. لو افترضنا ان هو كسبها هيبقى 13 نقطه، يعني فقط 5 نقاط في اول 6 اسابيع. يعني قريب. الزمالك والاهلي زمان كانوا بيفقدوا 6 نقاط في الموسم كله. ليه بقى؟ لانك انت النهارده الفرق قربت من بعضها. مصر المقاصه مدير فني قدير بقياده الكابتن طارق يحيى، ام بي كابتن مختار مختار، اتحاد الشرطه قدم عرض رائع جدا قدام الزمالك بقياده كابتن حلمي طولان، كابتن طلعت يوسف في النادي المصري، كابتن شوقي غريب سموحه، يعني حتى سموحه جابت الكابتن شوقي غريب اللي هو كان المدرب مع كابتن حسن شحاته. تبصي كل المديرين الفنيين اللي بيعرفوا في كابتن فاروق جعفر في طلائع الجيش. انت عندك دوري ممتاز فيه مجموعه من المديرين الفنيين غير رائعة طبيعيه، السنين. كلهم مدربين، ثلاث ارباعهم مدربين منتخب. كابتن طارق العشي حرس الحدود. فانت بتتكلمي في ايه؟ طارق العشي، طارق يحيى، طلعت يوسف، الثلاثه كانوا مرشحين منتخب، بالاضافه لكابتن حسن شحاته كان مدير فني منتخب، جوزيه المدير الفني للنادي الاهلي اللي حقق انجازات كتيره جدا برضه الدنيا ما مع كانتش النادي مظبوطة الاهلي، معايا في الأول. مختار مختار، طه بصري، نجوم كتيره جدا بتدرب في الدوري المصري هذا الموسم، وكل لعيبه خلاص قربت من بعضها، فاعتقد لسه المنافسه طويله جدا، محدش يقدر يحكم. من ضمن الأقاويل برضه، خليك معانا يا أستاذ شريف، يعني إنه من ضمن الأقاويل برضه إنه بيقولوا إن المدربين أقوى من الفرق اللي معاهم. انا كنت لسه عايز اتكلم في الحته، هو ده برضو لود، يعني عايز اقول ايه، احنا كابتن حسن شحاته عمل انجازات ومع ذلك كبيره، برضه الفرق بتخسر عمل يعني. انجازات كبيره قوي مع المنتخب، فاحنا قاعدين باصين قوي، ما أيوه ينفعش إيه اللي يتغلب، هيحصل؟ ما ينفعش يتعادل. وبعدين عايز اقول هو زي ما كان الكابتن خالد بيقول، هي الحاله النفسيه بتاعت اللعيبه فعلا بتاثر قوي، يعني هو فعلا بيكسب قوي. لو بصينا على الماتش اللي كان قبل اتحاد الشرطه، ماتش سموحه، الزمالك كان عامل ماتش يعني ال 90 دقيقه قوي كانه اول خمس قوي يعني زي اول 5 دقائق. فاحنا عندنا حته ان احنا بنكسب، زي ما كنا زمان عندنا ثقافه احنا جبنا جون فخلاص ما تجيبش تاني، المهم ان احنا كسبانين. هاجي بقى على الجون بتاعك، روح جيب الجون ونرجع من بقى للجون بتاعك هاجي عليه. بالظبط كده. ان شاء الله. انا متخيله طبعا ان مقاويه النهارده دي هتكون حافز كبير جدا جدا، لانه بتحتفلوا بمقاويه نادي الزمالك، نادي كبير وعريق زي ده، هيدي دفعه اكيد كبيره للعيبه وللكباتن اللي موجودين والفريق والكابتن الفريق طبعا، ان هم ان شاء الله السنه دي هيعملوا شغل كويس قوي. يعني دي بتفرق قوي، الروح المعنويه دي طبعا بتفرق قوي مع اللعيبه، خصوصا نادي الزمالك محتاج ده. طبعا. ولا ايه؟ طبعا. ما فيش شك النهارده يوم تاريخي في نادي الزمالك، كل من يشارك في اللقاء سواء لاعب بيلعب ولا جهاز فني ولا نجم بيتكرم من نجوم نادي الزمالك صنعوا التاريخ، ولا جمهور الجمهور اللي بيحضر هذا اللقاء، ولا مجلس اداره اللي يمكن موجود في اللقاء، ولا الشركه الراعيه لهذا، كل دول هيخلدوا في التاريخ. اكيد اكيد. بس هو عادة انه الزمالك زي ما بيقولوا فن ولعب وهندسه، والنادي الاهلي عنده الروح عاليه جدا والالتزام طبعا والحماس. تاريخ المقاويه دي ممكن تعمل شغل كويس جدا مع لعيبه النادي الزمالك في الفتره اللي احنا فيها دي، فممكن ياثر معاهم في ان هم يبقى عندهم حماس اكتر. نتمنى طبعا ده يفرق معاهم جامد ويفرق مع كل الانديه، وفي الاخر برضو علشان خاطر الكره المصريه مش عشان خاطر بس نادي بعينه يعني. طب كل الكباتن اللي كانوا موجودين على مدار سنين نادي الزمالك برضه هيتكرموا ولا لعيبه الكوره بس؟ لا لا كله كله. بجد من قلبي بقول لكم يعني ربنا يوفقكم، جود لك ان شاء الله النهارده، بتبقى مقاويه ما حصلتش وهنتفرج عليها ان شاء الله، وان شاء الله تبقوا موجودين معانا على مدار الدوري، نعرف ايه اللي بيحصل ونتكلم مع بعض ونعرف ونعلق وكده. وان شاء الله تكسبي في الجوائز النهارده. يا رب يا رب. انت ما تعرفش الجوائز بتفرق معايا قد ايه. الحاله المعنويه برضه زي اللعيبه. بجد اشكركم جدا على وجودكم معايا النهارده، نورتوني. مشاهدينا طبعا كان موجود معايا النهارده كابتن خالد لطيف والاستاذ شريف خالد، هو رئيس اللجنه المنظمه لمقاويه نادي الزمالك. بيهم بنختم حلقتنا النهارده من نهارك سعيد، نشوفكم بكره وكاست عمل جديد، وما تنسوش مقاويه الزمالك النهارده. باي.